نذهب إلى التنسيقية والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. محمد، يعني أعتقد أنه النواب وبالذات النواب منكم كجيل شباب أو متوسطين دلوقتي، يعني والتنسيقية كمان كان لها دور تنظيمي، فكرة الدور التنظيمي اللي قدر أنه هو يحشد الناس ويطلعهم، اطلعنا عن على هذا الدور يا محمد. على حضرتك يا استاذ الانيس وعلى الساده المشاهدين جميعا. الحقيقه يعني خليني في البدايه اشكر الشعب المصري العظيم على هذا المشهد الحضاري اللي خلانا نتكلم بشكل واضح ونباهي امام العالم انه لدينا شعب لديه وعي في المشاركه السياسيه، متمسك بحقوقه السياسيه والدستوريه. وكما كان الشعب المصري صانع الحضاره عبر التاريخ كانشائه لاول حضاره في التاريخ وهو اللي علم العالم معنى الدوله، النهارده بيعيد لمصر مكانتها الطبيعيه كدوله رئيسية في منطقتها وفي إقليمها، وإنه إذا كان الإقليم المحيط بالدولة المصرية في كل هذه التحديات على بقاء الدولة نفسها، في كل هذه التحديات على فكرة وجود الدولة نفسها من كل حدودنا، يعني فيها أزمات وعدم استقرار في دول يعني نتمنى لها السلامة، بكل تأكيد دول شقيقة بنتمنى لها السلامة، إلا أن مصر ثابتة قوية مستقرة شعبها يمارس الديمقراطية بهذه الطريقة، بالتأكيد لنا أن نفخر بهذه الممارسة. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان ليها دور سواء على مستوى الدعوة للمشاركة قبل العملية الانتخابية، وأطلقنا حملة للدعوة للمشاركة بعنوان خليك قد المسؤولية، وكانت زيارتنا لمجموعة من الجامعات والالتقاء بشباب الجامعات والالتقاء بالعديد من المؤتمرات والندوات للتوعية بأهمية المشاركة دون أن يكون للتنسيقية توجه بانتخاب مرشح على حساب الآخر. تنسيقية منصة للحوار بتجمع 27 حزب، وبالتالي فيها أعضاء في حملات جميع المرشحين الأربع مرشحين المتنافسين في انتخابات الرئاسة. أيضا مع متابعة العملية الانتخابية، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لديها غرفة عمليات مركزية ومتابعين على الأرض في كافة المحافظات، بلغ عددهم 20,000 شاب متطوع سواء كانوا من أعضاء التنسيقية أو متطوعين أو تنسيق مع غرف عمليات أخرى هناك تنسيق معاها، بيغطوا جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية. وأقدر أقول لحضرتك إحنا رصدنا في 27 محافظة هذا الإقبال غير المسبوق في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية، زي ما حضرتك ذكرتي في الـ منذ قليل، يعني أنه هذه أكبر عدد من المصوتين في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية، وبالتالي ده بيقول لنا أن هناك مشهد مختلف، هناك اختيار لبناء الجمهورية الجديدة، وهناك إيمان من المصريين بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية. لكن لازم أقول لك أنه يعني مع كل هذا الكلام الجميل، أنا بشوف أن العمل التنظيمي في الانتخابات هو الأهم. يعني لو ما انت اما تكون امامك منافسة شرسة، منافسة بقى واستقطاب، يا اما عمل تنظيمي. والانتخابات يعني تنظيم، يعني اتعلمناها من زمان من واحنا صغيرين انه العمل التنظيمي يعني قواعد على الارض، يعني كل واحد مسؤول انه يخرج 10، يعني كل واحد مسؤول انه يخرج 20، يعني النائب ده عنده الدايرة دي، هو ده العمل التنظيمي. كلمني عن العمل التنظيمي. كل ما حضرتك ذكرتيه مش مختلف ابدا مع اللي كنت بقوله من شويه، في انه مثلا في اطار بناء الجمهوريه الجديده لما يكون عندنا تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين فيها منصه للحوار بتجمع احزاب مختلفه، فيها نواب شباب عندهم اتصال بالشارع وبالجماهير على مستوى الجمهوريه، فيها تواصل اعضائها للشباب اللي موجودين في مختلف المحافظات، بالتاكيد بنلاقي نسبه الشباب مرتفعه، هناك عمل تنظيمي موجود على الارض من التنسيقيه ومن احزابها ومن كوادرها ومن نوابها، ساهم بكل تاكيد بقدر ما في هذا الحشد وهذه الممارسه الديمقراطيه. لكن لازم ارجع كمان واقول انه في اختيار من الشعب لبناء الجمهوريه الجديد، في اختيار من الشعب لاستكمال مسيره التنميه واستكمال مسيره 30 يونيو. بالتاكيد العمل التنظيمي مهم في الانتخابات، والانتخابات في الحقيقه زي ما حضرتك ذكرت هي قائمه على التنظيم وده جزء مهم منها، لكن بدون ان يكون الشعب نفسه مؤمن بهذه التنظيمات او مؤمن بها بالنواب اللي موجودين او مؤمن باختيار هذا المشروع اللي متعلق بالجمهوريه الجديده، كان ربما لا يستجيب لهذا العمل التنظيمي، لكن استجابه الشعب بتؤكد ايمانه وعلى العمل التنظيمي بيؤكد نجاح هذا المشروع اللي بدا يوم 30 يونيو. شكرا نائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.